السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا مقابله المنتخب الوطني اليوم ضد بوركينا فاسو، مقابله اللي كنا ننتظر فيها مقابله كنا ننتظر الفوز للمنتخب الوطني، للاسف التعادل، لكن التعادل ماهوش نتيجه سلبيه، نتيجه مقبوله نظرا لعديد من المعطيات، انه ايضا لعبنا ضد منتخب محترم، وهذه عندنا شهور وشهور وشهور وحنا نقولوا باللي بوركينا فاسو مش منتخب سهل، فاز عليه المغرب في أرضية ميدان صعوبة في مقابلة ودية، وفاز عليه منتخب كوت ديفوار في كوت ديفوار في أبيجان بصعوبة تامة، خاصة في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 96 باش سجل الهدف الثاني، كان تعادل هدف لهدف باش الناس تعرف باللي بوركينا فاسو مش فريق منتخب سهل. هذه الأول حاجة، منتخب بوركينا فاسو لعب بطريقة 4-3-3 مثل ما لعب في المقابلة نتاع النيجر، مع تغيير عنصر أو اثنان فقط يعني كأسماء، لكن نفس النهج التكتيكي 4-3-3. إيساكا، بوري، ستيفياغو اللي هما فروض هو في الرسم التكتيكي مديرينه كمدافع، لكن هو جناح أيمن، مدافع ايمن، ايسوفو، دايو، اولا تراوري، هذا الجديد يعني ما لعبش المقابله اللي فاتت، غوستافو سانغاري لعب، برايان دابو هذا ما لعبوش، لاعب رقم 6 في المقابله اللي فاتت، اداما غويرا، عبدول طابسوبا هذا اللي يسجل هدف، راح نتكلموا كيفيه تسجيل الهدف، لاسينا تراوري معروف، زكريا سانوغو. منتخب بوركينا فاسو في الشوط الاول كان غايب وسيطرنا عليه، والمنتخب الوطني لعب بطريقته بشخصيته وفرض شخصيته في الشوط الاول منذ البدايه. اول كره شفتها اللي لفتت انتباهي لاباس بروفوندور نتاع رياض محرز اللي خرج بها اسلام سليماني، وكان قريب يسجل الهدف الاول في الدقيقه 10. من بعدها بعد المحاوله تاع اسلام سليماني، ايضا المنتخب الوطني يواصل في الضغط، ويوسف بلالي دخل يعني قريب قرابه منطقه العمليات لمنتخب البوركينابي وتحصل على مخالفه. ايضا رياض محرز حاول انه يتوغل داخل منطقه العمليات، لكن كثره المراوغات ضيع الكره. من بعدها كرة ميليمترية من يوسف بليلي في يعني في حوالي منتصف الملعب، اعطى كرة لاسلام سليماني، لكن الملاحظ انه اسلام سليماني اللي يعني فاجأنا انه لعب في مكان بونجاح. اسلام سليماني يثبت للمرة الالف او المليون انه مهاجم من طراز عالي. اسلام سليماني احترافه في اوروبا ساعده كثير، ليس تسجيل الاهداف بل حتى صناعة الاهداف والتمركز الصحيح وطلب الكره، هذا هو اسلام سليماني. انا الشيء اللي عجبني في الهدف لابيل اكثر من الهدف، اكثر من اسيست، عجبني لابيل نتاع اسلام سليماني. لو تشوفوا لابيل اللي داروا اسلام سليماني في ظهر المدافعين، وخرج بدون تسلل، خرج بدون تسلل ودار لابيل من احسن ما يكون، وطلب الكره اللي كان رائع. من بعدها بعد لابيل اعطى كره لسفيان فيغولي وسجل هدف تقدم، وفرضنا سيطرتنا ومنطقنا وعلى المنتخب البوركينابي، رغم انه مقابله كانت فيها خشونه زايده للاعب رقم 15 اللي كاد مفروض يعني صراحه لو كان يعني في الفار ممكن كان يكون بطاقه حمراء ضد اللاعب رامي بن سبعيني، يعني تدخل خطير وقوي صراحه. الشيء اللي يلفت انتباهي ايضا في المنتخب الوطني في الشوط الاول، خاصه انه اللاعب لما تكلمنا عليه قلنا انه هذا مكسب للمنتخب الوطني، ما كناش نخرفوا ولا نكلموا يعني كلام من الثرثره من اجل الكلام، هو رامز الرقي. رامز الرقي اللي تكلمت وقلت سابقا فيديوهات سابقه انه اللاعب هذا مكسب للمنتخب الوطني، خاصه في طريقه 4-3-3، وهو كلاعب مسترجع مليو ريكيبيراتير، وفي نفس الوقت يبني ريكيبير يعني ويسترجع الكرات ويبني الهجمات. اللاعب هذا يلعب دائما وراء في غولي وبن ناصر اللي توقعناها التشكيله، ما عدا غلطنا ممكن في سليماني اللي كنا نعرفه دائما بونجاح، دائما جمال بالماضي دائما يعتمد على بونجاح فقط، اما التشكيله يعني باينه واضحه طريقه اللعب، باينه يكون زروقي خلف بن ناصر وسفيان في غولي في وسط الميدان. زروقي لما نبنيه اللاعب ويكون المدافعين المتقدمين يرجع للدفاع، يعاون المدافعين ويعاود يبني اللاعب من الخلف،
يعني من الدفاع لمنتخب الوطني كأنه مدافع. قلت لكم لاعب ذو إمكانيات عالية ويعني لاعب محترف أتم معنى الكلمة، لاعب تكتيكي بامتياز ويعرف التكتيك ويعرف يبلاصي روحه ويعرف كيف يتموقع في خطوط وسط الميدان. هذا الشيء اللي يعجبني في رامز الزروق. أيضا كرة أخرى للاعب رياض محرز في ظهر المدافعين منتخب بوركينابي ليوسف بليلي كاد أن يسجل على إثرها هدف. الشيء الآخر بطاقة صفراء اللي تحصل عليها بن سبعين كاد أيضا أن يتحصل على بطاقة حمراء من تدخله الثاني ضد لاعب بوركينا فاسو. إذا الطريقة هذه ما تخرجناش في مقابلة سدلت أهلنا إنه نرفزة زايدة مش مليحة، رغم أنه بن سبعيني صراحة الخروج كان مؤثر جدا في دفاع المنتخب الوطني، وراح نتكلم عليها في الشوط الثاني اللي كان خارج الإطار المنتخب الوطني خاصة في 20 إلى 25 دقيقة في المقابلة كان خارج الإطار المنتخب الوطني. الشوط الثاني ميز الشوط الثاني خروج رامي بن سبعيني اللي يعني صراحة دار الدور تاعو على أكمل وجه، يعني فقط ممكن تخوف من إنذار ثاني أو لعب بعشر لاعبين، لكن بن سبعيني دار الدور تاعو وخروجه ودخول خاسف اللي كان ما قدرش اللوم أنا خاسف قدر أنه ما عندوش مقابلات بزاف، لكن ما عندوش مستوى بن سبعيني، وكان حتى مدافعين أظهر في المنصب ظهير أيسر في منصب بن سبعيني أحسن من خاسف، لكن الضرورة أحكام الله غالب. اللاعب فارس يعني مازال ما سنياش مع فريق جديد إلا بعد ما ظهور القائمة باش مضى مع نادي جنوى. إذن أيضا غلام مازال مرجعش يلعب في النادي تاعه بصفة أساسية، إذن يعني ما كانش يعني بديل المدرب إلا خاسف اللي صراحة ما عندوش يعني مستوى، لا بن سبعيني لا فارس مازال مستوى نتاعو ناقص ناقص يعني صراحة بزاف. خروج أيضا في غولي ما نقولوش على بالنا، في غولي خرج يعني بسبب أنه الإرهاق البدني والتعب ولا ممكن عنده إصابة ما نشعرفين، لكن الشيء الملاحظ أنه خروج في غولي يعني كان بسبب يعني شيء حدث له، يعني ممكن تعب ممكن إرهاق ممكن إصابة ولا شد عضلي. خروج أيضا في غولي أثر نوعا ما خاصة في الإمداد الهجومي، لأن يعني بالقبلة يلعب نوعا ما للوراء ما يلعبش يعني ما يلعبش الأوفنسيف ولا يتقدم ولا يحاول أنه يفونسي لقدام ولا يلعب دائما في الوسط يحاول يرجع البالون لورا، رغم أنه دوره هو مساندة الهجوم مثل ما فعل في غولي اللي كان كأنه رأس حربة وسجل الهدف الأول. ما شفناش في الشوط الأول ما عدا لقطة فقط لمنتخب بوركينا فاسو. في الشوط الثاني منتخب بوركينا فاسو سيطرة وحق إلى داخل في منطقة العمليات المنتخب الوطني، وحاول مرة واثنين وثلاثة أنه يدخل داخل منطقة العمليات إلى أن أتى الهدف بعد كرة طويلة من وسط ميدان منتخب البوركينابي إلى المهاجم الجناح الأيسر لمنتخب بوركينا فاسو اللي توغل اللي كان بجنب زفان وفي جهة زفان وماندي وتوغل وعطى كرة لاعب رقم 21 عطى كرة للاعب رقم 15 لاعب بوركينا فاسو اللي سجل الهدف. من يتحمل الهدف؟ المنتخب ككل يتحمل الهدف وليس لاعب فقط، لكن يعني صراحة نهضروا كتحليل بدون عاطفة زفان بحكم أنه قصير قام على المهاجم رقم 21 أو الجناح أيسر رقم 21 يعني ما قدرلوش كما نقولوا تحط الكرة، ماندي كان أقرب ليه لكن الكرة كانت كأنها يعني يعني مقوسة أو توزيعة يعني اللاعبين راحوا على الجهة تاع ماندي وفي ولاعب زفان بقى شكون بقى بالعمري في أي لاعب عنده فترات فراغ أو أنه فترة يعني يسهو أو حاجة يعني كما هكا يغفل، في غفلة خرج له المهاجم 15 وسجل الهدف. المفروض يكون مراقبة لاصقة من جمال بالعمري، جمال بالعمري ما رقمش وما ضغطش على اللاعب رقم 15 وخلاه يمسك يعني يقاردي الكرة ويوقف الكرة بأريحية ويسجل الهدف. إذن المسؤولية للجميع لكن بدرجة أكبر لجمال بالعمري، هذا وجهة نظر تاعي بحكم الصورة اللي شفتها. مانيش يعني نقول بلي جمال بالعمري مش مدافع مليح ولا لا حاشا لله،
جمال بن عمري من احسن المدافعين في دوره كاس افريقيا، ان لم نقل احسن مدافع في دوره كاس افريقيا 2019. لكن خطا للجميع، لكن بدرجات متفاوته، والدرجه الاكبر لجمال بن عمري اللي خلى اللاعب يغاردي البالون ولا يوقف الكره باريحيه ويسجل هدف التعادل. من بعدها ما شفناش يعني شراسه كبيره الا في الربع ساعه الاخيره، تغييرات، دخول بالرحمه مكان بليلي، بنجاح اللي كان وجه لوجه عطاو له الكره، ما نقدروش نلومو بنجاح، الكره جات في رجله راحت، يعني كان يكون انفراد صراحه. هنا وهنا محاولات، ضربه جزاء انا صراحه اراها يعني لي محرز، لكن الحكم هذا هو التحكيم الافريقي، ما لا نلوم الا انفسنا. عندي كثر من عام سنوات نتكلموا ما عندناش وزن في الكاف، اذا لا قدر الله اي مقابله يكون فيها كوارث تحكيميه ما نلومش الحكم، نلومه الا نفسنا. وقلناها عندنا اكثر من عام واش يا ناس، لازمنا ناس يعاونونا في الكاف. تعادل مكسب بالنسبه لبوركينا فاسو اللي بعد ما سجلوا هدف خلاص يعني كانهم استسلموا، ما بغاوش يزيدوا هدف ثاني، عادوا يلعبوا للدفاع كانه فوز بالنسبه لهم. التعادل انا بالنسبه لي انا يعني من الاحسن نفوزوا باش نيفيتو كامل الحسابات، لكن ليس يعني نتيجه سلبيه، التعادل يعني مقبول في ظل ظروف معينه، انه المنتخب البوركينابي منتخب قوي، من لا نستهين بالمنتخب البوركينابي، مازال عندنا الرتور في بلادنا يكون كلام اخر. اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني في قادم المقابلات. في الاخير متقانا مع مازن من فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.